Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya masa'u al-khayr wal-nur wal-mahabba wal-diya wal-salam min sabahi suriyat al-jamil al-mushriqi biwujuhikum. والذي سيبقى أمله كبير بأبنائه الذين أرسلهم ليكونوا نورا وضياء خارج وطننا سوريا وليكونوا رسالة الحب والسلام. فأحييكم أيها الأحبة، وأنتم جئتم من عدة أماكن لنلتقي هذا في هذه اللحظات من أجل وطن باركته السماء ومن أجل أرض طهرتها دموع الأمهات ودماء الشهداء ودعوات الصالحين والأولياء. أحييكم من قلب وأنتم لم تنسوا وطنكم، أحييكم من قلبي وأنتم في المنتدى السوري الأمريكي تجتمعون اليوم لتنقلوا نور سوريا إلى العالم كله وتقولوا لهم ارفعوا يدكم عن وطن جعله الله للسلام وللنور وللضياء وللحب. أناشدكم بالله أيها الإخوة، إن وطنكم محتاج إليكم جميعا. تآلفوا، تحاببوا، تعاونوا، تعاضدوا، توحدوا، فإننا في وطننا توحدنا من كل الأطياف مسلمين ومسيحيين. قبل المسيحية والإسلام كانت سوريا، قبل الديانات كانت سوريا، كانت سوريا هي التي تستقبل أنوار الحضارات وتستقبل نور الرسالات وترسلها للعالم سلاما وحبا وضياء وعطاء ونورا. واليوم يريدون لسوريا أن تنقلب إلى ظلام، يريدون لسوريا أن تفقد الحب بين أبنائها، يريدون لسوريا أن تفقد السلام، ولكن لن يستطيعوا فعل ذلك لأن يد الله تظلل سوريا. أقسم لكم أيها الأحبة، وأنا أشعر بصفقاتكم تصفيق أيديكم، أشعر بقلوبكم تظلل سوريا حبا. مهما بعدتم عن الوطن فأشعر سوريا، وسوريا تفديكم، وسوريا تحبكم، وسوريا تنتظركم. بالأمهات والآباء والشهداء والأبناء تقول سوريا للعالم تعالوا فانظروا إلي، تعالوا فانظروا إلى المسجد والكنيسة كيف يتعانقان في كل يوم، تعالوا وانظروا للمسيح ومحمد كيف سكنوا في قلوبنا، تعالوا وانظروا إلى مريم العذراء سلام الله عليها كيف تدمع عيونها الآن. نعم أيها الأحبة، ما نرجوه اليوم منكم، أنتم جاليتنا هناك، أنتم أبناء الوطن هناك، مهما استطعتم توحدوا، تماسكوا ببعضكم وانقلوا لكل الشعب الأمريكي ولكل شعوب العالم أننا طلاب سلام،
أننا طلاب خير، أن ما يحدث في سوريا أقسم أنه من خارج سوريا، فما قتل يوما ما سوري سوريا من أجل دينه ولا من أجل معتقده ولا من أجل إيمانه بربه. فنحن في سوريا ديننا واحد وإن تعددت مذاهبنا، وربنا واحد وإن تعددت الصورة التي ننظر إليها إليه بها، وإنساننا واحد وإن تعددت أسماؤنا. نحن في سوريا أيها الأحبة، كثير من الشعوب لا تعرفنا، يجب أن نتحرك في العالم ليعرفنا الناس. قالوا لي في البرلمان الأوروبي يوم ألقيت خطابي هنالك، وكنت أتحدث يومها باسم الوطن لا باسمي، باسم الأمة جميعاً لا باسم نظام أو معارضة أو أحد، باسم شعب عمره آلاف السنين. سألوني كم واحداً في سوريا من الشعب يتكلم مثلك أيها الشيخ؟ قلت يتكلم مثلي 24 مليون مواطن كلهم يتكلمون ما أتكلم. نعم كلنا نتكلم بلغة واحدة وبحب واحد. رسالتنا في الإنجيل والقرآن كرامة الإنسان وقداسة الديان، فكرامة الإنسان عندنا هي الأقدس، وحرية الإنسان عندنا هي الأكرم. وحينما يساء للإنسان أياً كانت شريعته وأياً كان مذهبه وأياً كان حزبه، حينما يساء للإنسان يساء للديان، للإله الذي خلقه، لأننا خلق الله، وملعون ملعون من يشوه خلق الله أو يؤذي خلق الله. لذلك أيها الأحبة، كم أتمنى أن أكون اليوم بينكم وأعانقكم من ريح سوريا وصفاء سوريا ونور سوريا، ليكون كل واحد منكم شمس تشرق على الغرب، شمس تشرق على الغرب. فأنتم من حملتم في قلوبكم من سوريا كل رسالات السماء للعالم حبا وصفاء وضياء وطهارة ونقاء. أحييكم، ولا زالت سوريا تنتظركم أيها الأحبة، تنتظر أبناءكم وأحفادكم. قولوا لهم إن وطننا ليس في الكون وطن أجمل منه، إن وطننا هو الذي أشرق على العالم نورا وضياء. ففي النادي العربي الأمريكي الذي تلتقون به اليوم، أشكر أستاذنا الذي جمع هذا العقد الجميل من وجوهكم الطاهرة، أشكر من جمعكم الأستاذ علي الرئيس، وأشكر أستاذ وأشكر الرجل الذي رفع اسم سوريا عاليا في الأمم المتحدة، أشكر بشار أشكركم جميعا، وأشكر كل من عمل في هذا اللقاء الذي هو اليوم عبر الفضاء، ولكن غدا سيكون بإذن الله عبر أرض سورية الحبيبة. أشكر أشكر ابن عمي سيادة المطران الذي أيقظه الصباح، Thank you.
نعم أنتم في قلب سوريا وأنتم في نبض سوريا. أشكر ابن عمي سيادة المطران لوقا الخوري الذي أيقظناه ليصلي معنا صلاة الفجر في سوريا. نعم نعم نحن نصلي معا للإله الواحد للرب الواحد من أجل سعادة الإنسان وسلامه في سوريا. أهديكم تحية شعبنا السوري بقائده القائد الملهم الشاعر. اسمي هذا الشاب الذي وهب حياته وشبابه لخدمة الوطن. هو يحييكم أيضا وشعب سوريا وسماء سوريا وأشجار سوريا ومياه سوريا وتراب سوريا. يقبل جباهكم يا أبناءنا يا أبناءنا في المنتدى السوري الأمريكي يا أبناءنا في أمريكا. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار صباح الحب. أحييكم من سوريا أحييكم تحية سورية صادقة سورية صافية سورية. وبعد أن صلينا الفجر أنا وابن عم صلينا لكم أن تكونوا جميعا بالصحة والعافية وأقوياء في كل أموركم. وصلينا لسوريا لكي تزول عنها هذه الغيمة السوداء التي أصابتها بآيات غريبة. وصلينا أيضا لإنارة النفوس وبصورة
الذي تكلم عنه سماحة المفتي الدكتور بشار الأسد الذي يعطيك أو العاد لأنه فعلا يحمل في قلبه وعلى أكتافه همومنا جميعا في سوريا ويحملها بإيمان صادق وكل ما يقوله دائما يصب في مصلحة في كل سوري في سوريا وفي الاغتراب. أيها الأحباء الأعزاء يا أهلنا في الاغتراب، في هذه الأيام المباركة التي تمر علينا الميلاد المجيد والعام الجديد كانت كنائسنا ملأى بالمؤمنين المؤمنين إسلام ومسيحيين، وكنا صورة جميلة دائما في كنائسنا يشارك فيها معنا كل أحبائنا من الإسلام ومن المسيحيين. نعم، اقتضينا هذه الأيام مع بعضنا البعض لنقول للعالم أن سوريا لا يوجد فيها إلا المحبة والسلام، لنقول للعالم أن في سوريا فيها قلوب صافية لا تحتوي لا الخبث ولا الإجرام ولا أي شيء من أجل خراب الإنسان. في سوريا هناك إنسان يجب أن يحيا لأن الله خلقه لكي يحيا. في سوريا نقول للعالم وخاصة عندكم الحكام الذين يريدون لنا الشر، لكن نحن نريد من عندنا السلام لهم ولغيرهم. نعم، سوريا لم تعرف إلا المحبة، ولكن ما حصل في سوريا وفي هذه الأيام إنه كما ذكر أخي وابن عمي وحبيبي سماحة الدكتور أحمد كلهم خارج سوريا. إن السوري لا يعرف القتل ولا يعرف قطع الرؤوس ولا يعرف أكل القلوب. السوري كما قلت ونكرر دائما وهذا الصحيح أنه لا يحمل إلا رسالة سلام لنفسه أولا ثم للعالم أجمع، لأن من عندنا مصدر الأديان، ومن عندنا في سوريا ذهبت الأديان والأخلاق إلى كل العالم. من سوريا ذهبت المسيحية والإسلام إلى العالم، من سوريا ذهب السلام إلى العالم، لأنه في هذه الأيام يولد في بيت لحم صانع السلام وأبو السلام والذي نشر السلام. نعم، إن العالم أراد لنا الخراب، ولكن سوف نحن يد بيد مع بعضنا كلنا كسوريين في سوريا سنبقى مجاهدين مقاومين من أجل أن تبقى سوريا ناصعة صافية سماؤها لا غيم فيها ولا سواد. سنبقى يدا بيد لكي تحيا سوريا بحياة جميلة، لأن الله خلقنا لنحيا وما خلقنا لنموت. نعم يا أحباء،
من قلوبنا الصافية نهديكم تحياتنا ونعايدكم بهذه الحياة المباركة. شكرا لكم. وكما أودعكم بقول الشاعر: عنصر الأجساد منا واحد، وكذا الأرواح روح عمنا، ما أرى نفسي إلا أنتم، واعتقادي أنكم أنتم أنا أنتم أنا أنتم أنا. شكرا لكم ولمن عمل على جمعنا هنا في سوريا وعندكم في أمريكا، لكل الجنود المجهولين الذين يعملون، ولكل أخ حاول أن يجمعنا هذا اللقاء أقول له شكرا، وخصوصا لولدي الجالس بجانبي محمد أديب الذي جاءني في هذه اللحظة ليكون ولكل الإخوة يرحم كل شهدائنا، فكل أبناء الوطن بالنسبة لي أقسم بالله أنهم سارية. شكرا لكم وشكرا للإخوة الذين سعوا لهذا اللقاء، أقبل اجتماعهم، أقول لهم جمعتمونا مع أبناء وطننا الحبيب، جمعتمونا مع أسرتنا الرائعة، حتى نلتقي بكم في سوريا أو في أمريكا، أستودعكم الله، وكل عام وكل عام وكل يوم وكل ساعة وأنتم بخير وأنتم الخير أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.